السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بكم، السلام عليكم، الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. أي الآية 100 في سورة يونس، بعد ما قد تقدمت معنا المشيئة وأن الإنسان يتحرك في الحياة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن كيفما تحرك يعلم أن مشيئة الله في حركته قياما أو قعودا أو ذهابا أو رجوعا. وأما غير المؤمن فيظن أنه صاحب القدرة وأنه صاحب التدبير وصاحب التصريف، فهو الذي يدبر لنفسه وهو الذي يتصرف بما أراد. هذه صفة من صفات أهل النفاق وأهل الكفر. أما المؤمن يعلم أنه لا يتحرك بحركة إلا بمشيئة الله سبحانه، والله تعالى يبين لنا ذلك. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وهذا موضوع اليوم، موضوع خطير، موضوع الإذن، وكيف يكون ومن يؤذن له ومن الذي لا يؤذن له. أكثر المفسرين فسروا ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، تركوا الأسباب وقالوا الله هو الذي يأذن، فإن أذن عمل وإن لم يأذن لم يعمل، ونسوا أن الله جعل في الحياة أسبابا. تريد الهداية فللهداية أسباب، تريد الصلاح فللصلاح أسباب، كل عمل في الحياة له أسباب. فمن طلب أي شيء من طريق السبب بفضل الله وتوفيقه نال أكمل العطاء وأفضل العطاء. ومن نسي السبب وتركها اتكالية فهو الذي يخسر في دنياه وفي آخرته. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فالإيمان محتاج إلى إذن الله، محتاج إلى الإذن. لكن هذا الإذن أين موجود؟ الواجب على المسلم أن يفتش على مكان الإذن، مصدر الإذن، من أين يأتي هذا الإذن حتى يحقق الإيمان. أما إنسان لم يفتش وتركها من غير تفتيش فهذا
أضاع فهم القرآن، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. الأذن هداية ونور موجود في قلبك أيها الإنسان، هداية ونور موجود في قلب الإنسان، وله مفتاح، إن استعملت المفتاح أتاك الإذن، وإن أتيت من غير مفتاح لا يفتح لك الباب، فإما أن تبقى على الباب وإما أن ترجع خائبا. موجود فيك الإذن الإلهي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الإيمان الله جعلها في قلب الإنسان من قبل أن يلد، جعل أبوك مسلما وجعل أمك مسلمة وفي عائلة إسلام، هذا إذن لك لأن تكون مسلما، جعل رفقاءك مسلمين، هذا إذن لأن تكون مسلما، جعل لك محبة بأهل الله وأولياء الله، هذا إذن لتكون مؤمنا. فهذه كلها إذن، فلازم المسلم ينتبه إلى هذا الإذن. المفروض على الأبوين المسلمين إذا أتاهما ولد وصار في سن الرشد وأن يفهم الكلام أن يأخذه بيده إلى مجالس العلم، وأن يعرفه بالعلماء والصلحاء وأولياء الله، حتى يكمل له الإذن باتباعهم ومحبتهم. أما الولد الذي يقلد والداه تقليد، قلد أمه بالصلاة، قلد أبوه بالصلاة، لا أخذ أبوه إلى مجلس علم ولا إلى علماء ولا، وبقي على التقليد، فهذا إيمانه بعنق والديه إيمان ناقص، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد، ففيه بعض القوم يحكي الخلف وبعضهم حقق فيه الكشف، فقال: إن يجزم بقول الغير كفى، إذا جزم بقول العلماء وأخذ بهم كفى، وإلا لم يزل في الضير، يبقى في الضلال وفي الشك. فلا بد إذن للوالدين حتى يتمم الإذن لولدهما أن يكون صالحا أن يأخذاه بيدهما إلى المسجد، يعلموه صلاة الجماعة، صلاة الفجر في الجماعة، جيبوه على الدرس معهم، بيحضر الدرس مرة مرتين بصير بيفهم على الشيخ، بصير بيروح بيحكي لأمه: ماما هيك الشيخ حكى، هيك الشيخ قال، هذا بيجوز هذا ما بيجوز. بيكون الولد عمره 6 سنوات فهم الدرس، قال له: ماما هذا ما بيجوز. قلت له: ما بقى إلا أنت تقول لي بيجوز وما بيجوز. صار الابن أستاذ لوالدته، أستاذ لوالده، لأنه وعى وفهم. والده ممكن يكون حاضر الدرس لكن ما انتبه. الولد في بدايته بيحضر كلياته عند المعلم، ما في عنده انشغال، لكن متى ما كبر صار بينشغل بمن دخل ومن خرج، وهذا فز وهذا قعد وهذا شو اشتغل، عم يلتفت يمين وشمال. الصغير بيكون كله متوجه لوين؟ متوجه إلى المعلم. لذلك صلى الله عليه وسلم علم سيدنا علي الذكر، كان عمره 7 سنوات لما بايعوا على الذكر، بايعوا وعهد على الذكر، كان عمره 7 سنوات ونجح، نعم، وصار سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه
سيدنا علي أبو الحسن والحسين ونسل النبي صلى الله عليه وسلم منه. فلذلك الإذن الأول أن جعلك الله مسلما. خلي الواحد يسأل نفسه، مين اللي وفقك للإسلام؟ من جعلك مسلما؟ من حبب إليك الإسلام والإيمان؟ هل أنت ولا أمك وأبوك؟ لا، الله. الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هدول، أولئك هم الراشدون يلي رشدوا بالإذن، أولئك هم الراشدون. ما جهد منهم فضلا من الله ونعمة، فضل الله عز وجل أن جعلك من أهل الإيمان. وما دام دلك على بيته وعرفك بالعلماء وعرفك بأحبابه، عرفك بأوليائه، دليل أنه يريد منك أن تكون معهم في الجنة. هذا دليل أن تكون معهم في الجنة. لما أتى الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني أحب القوم ولما ألحق بهم، ما بيطلع بإيدي أنا أعمل عمل أبو بكر وعمر، لكن بحبهم. فقال النبي: المرء مع من أحب. ما دام رزقت الحب معناته أنت بدك تكون معهم. الله ما أكرمك بالحب إلا ليجمعك معهم بالآخرة. ففي واحد بركض بيبكي: إن شاء الله الله بيجمعنا بالشيخ. لك بدك يا ابن، الإذن في ذلك أن ترزق الحب. إذا رزقت محبة أهل الكمال دليل أن الله جعلك منهم. إذا رزقت محبة أهل الطاعة دليل أن الله جعلك منهم. لو قصرت بعض التقصير، الإذن بيدفعك حتى تكون منهم. ما فرح الصحابة بحديث مثل ما فرحوا بهذا الحديث: المرء مع من أحب. تحب أبو بكر فأنت معه، بتحب سيدنا عمر فأنت معه، بتحب النبي عليه الصلاة والسلام فأنت معه. فكل مسلم يجب أن يسعى ليحصل هذا الإذن. الإذن أنواع. في إذن الإيمان، إذن الإيمان لقاؤك بأهل الإيمان. إذن الولاية بدك تصير من أولياء الله. إذن الولاية أن تلتقي بالأولياء. في سفرتي التقيت ببعض الشيوخ، سبحان الله، دخلت إليه وجهه كأنه القمر ليلة البدر. صدقوا، ما بيحسن الواحد يفرق بين القمر وبين هذا الوجه. مريدي أكثر من 1,200,000 طالب علم، طلاب العلم. جلست عنده 3 دقائق أو 5 دقائق واستأذنت لأنه مريض، ما حبيت أسقيل. فاللي معي قالوا لي: طيب طيب خلينا عدلنا شوي. قلت لهم: يكفيكم نظرة، نظرة إلى وجه العالم خير من عبادة 60 سنة. 60 سنة بالبلوغ، و15 قبل البلوغ شو صاروا؟ 75. عمرك كله بكفي ونظرة للشيخ بكفي. يلي بيفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له: هالنظرة هي
بتشوفوا فوق التل. والواقع ما وصلنا للبيت إلا قلوبنا عم تشعل بحب الله عز وجل. تمينا في جلسات الذكر، في جلسات الدعوة، جلسات تمينا للساعة 11 بالليل. ما تكون حاسين، ما تقول لهم هذه من هالجلسة، من هالنظرة، هل قاعدة وانتم كيفين في الدعوة، هي من هالنظرة هي. فمن عرف قدر النظر والمجالسة صار من أهل السعادة. واحد بيقعد ساعة ما بتفي، جاي يقعد مع الشيخ، ابني إذا كنت مهيأ القش كبريتي وحدة بيذهب، البنزين ما بده ترمي عليه كبريتي، بينك وبين البنزين متر بيلهب، شعلت الكبريتة بينك وبين البنزين متر بيلهب. فإذا كنت على استعداد بمجرد النظر بيشتعل قلبك، إذا في استعداد، إذا ذاكر ومستعد، دخلت على الشيخ مستغفر، دخلت على الشيخ وأنت في حالة حضور، في حالة ذكر، فبنظرة واحدة يشتعل القلب بحب الله وذكر الله، ولعل أن لا يفارقك هذا الذكر حتى تلقى الله بنظرة. فصلى الله عليه وسلم لذلك سيدنا عمر جاي بده يقتل النبي، نظرة، جالس إلى النبي أمام النبي، النبي مسكه هزه هزه وحده، يا عمر أما أنا لك أن تسلم؟ قال له أشهد أن لا إله إلا الله. كم مسك بدالا بعد ما مسكه مسك واحد، هالمسك هي راحت معه فاطمة بنت فطوم، كان خليفة رسول الله بعد أبي بكر. فاللي بيعرف يا ابني مجالسة أولياء الله، مجالسة العارفين بالله، مجالسة بنظرة، ما طولة القعدة ولا كتر السماع. واحد صار له 20 سنة لكن ما رزق الحب، لسه ما تقدم ولا شعرة، شعرة ما تقدم. واحد بيجي من الأولية مخلص في الحب بياخدها، من البرية بياخدها الأولية. شو السبب؟ هذا صدق وهذا ما صدق. والصدق في الحب إذن من الإذن، إذن، إذا أذن لك بالصدق فأنت مأذون أن تكون من أهل القرب، مأذون أن تكون من أهل الحب، هذا الذي يجب أن يعرفه الإنسان. في إذن، إذن، إذن المحبة، إذن المعرفة، إذن المجالسة، إذن الصحبة. في واحد بيصحب صحبة بيقعد مع الشيخ مثله مثل الشيخ، شو في فرق؟ الشيخ بيضحك معنا ومنضحك معه، الشيخ بيحكي معنا ومنحكي معه، ما في فرق. إذا غاب عنك حجاب الهيبة سقطت منك الكرامة، متى غاب عنك حجاب الهيبة، ما عاد هاب، ما عاد عرف القدر، شافه واحد مثل حكايتهم قاعدين سوا ورايحين سوا. فلذلك قالوا المجالسة أخطر من كل خطر، أن يجالس ولم يعرف قدر المجالسة. أنك تعرف الهيبة، تعرف جلال، تعرف الصلة، مقامه، صلته، حبه، معرفته، كيف وصل، لمن وصل، كيف حال وصوله، ما هي منزلته، بدك تعرف الأمور هي كلها حتى إذا جالست تجالس على معرفة. ليست المجالسة درس يا ابني، تجوا أنتم جايين نحضر الدرس، أخطأت يا ابني، مو جاي تحضر الدرس، هذا مو درس، إنما المجلس مجلس مستشفى، داخل أنت بمرض،
داخل عليك بعض الأقذار، بعض الجراثيم، فالشيخ بده يدخلك الحمام يغسلك ويطهرك وينور بصيرتك ويشرح صدرك، ثم بترجع إلى أهلك على الإيمان، على محبة الله. فكل مجلس إذا أخذت ولو ذرة، لكن اللي صاير فينا مثل ما حكى لنا مرة شيخنا رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا ابني، مثل الشيخ معكم مثل المبيض. لو أكتركم أنتم ما بيعرف المبيض، المبيض اللي كان يبيض صحون النحاس. قال: مثل الشيخ معكم مثال المبيض، تجي لعند الشيخ طنجرتك صايرة حمرة أو صايرة خضرة مجنزرة كلها مصدي، بجيبها لعند المبيض. المبيض أول شيء بيحطها على الوجاء، على النار، نار حامية، بيحطها على النار. بعد ما بسخنها بجيب قضيب الأزير بيحط عليها شحطة بالأزير، ويمسك القطن الناعمة وبيمسح الطنجرة بهالأزير، بترجع الطنجرة كلها بيضة عم تلمع. بيقول لك: يا ابني اعتني فيها، اعتني بهالصحن، الجاية الثانية بنحط لك الأكل. عم تجي الجاية الثانية كمان صحنك ملوت، كمان صحنك حاطط فيه حمض وحاطط فيه كذا، صاير كله صدي. بدنا نرد نجلي لك يا مرة ثانية، مرة ثالثة، إمتى بنحط لك الأكل؟ فالشيخ عم يحط لك حرارة الحب، حرارة الإيمان، عم يحمي إناءك، ثم عم يحط لك عليه النور الإلهي. ما أضيب قصدير من قضيب النور الإلهي عم يحط لك يعني، ويمسح لك يا بروحه اللطيفة، بلطف روحانيته عم يمسح لك هالإناء، فعم يرجع إناءك عم يتلألأ. لك: يا ابني اعتني بنظافته، اعتني بنظافته مشان الجمعة الجاية نحط لك الأكل. عم تجي الجمعة الثانية كمان موسخه، طيب والجمعة الثالثة موسخه، إمتى بدك تأكل؟ اعتني بقلبك، اذكر الله، اصدق في التوجه، اصدق في الرابطة، بيتم قلبك على نقاء ونظافة وطهارة. فبتجي تاني مجلس بنحط لك الإناء، بنحط لك الغذاء، ممكن أن يكون غذاء أنس بالله، ممكن أن يكون غذاء قرب إلى الله، ممكن أن يكون غذاء الصدق في محبة الله، ممكن أن يكون غذاء الحب، الشوق، العشق. فكل واحد بياخذ شيء. فداخل المستشفى سلم قلبك للمعلم، بيطهر لك اياه وبينقي لك اياه وبيرجع لك اياه. بعض اوقات بيجي اجره مكسوره، هذا امثله يعني، بيجبر لك اياها، بيحط لك اياها على المنظار، بيجبر لك اياها، بيقول لك: بدك تقعد بالتخت 40 يوم. قل: انا جينا لعند الطبيب مشان نمشي ومكرسحنا، خلانا نقعد 40 يوم. 40 يوم رح يخليك بالتخت، لكن رح تمشي كل عمرك. اما لو تميت تمشي عليها وهي مكسوره، لو تميت تمشي عليها تمشي يومين بعدين بدها تنقطع، بدها تروح كل عمرك على رجل واحده. فاذا حطك بخلوه، منعك من لقاء، منعك من صله، اعلم بانه اراد يجبر لك كسرك حتى تعود انسان كامل. فهذا اذن، اذن الصحبه، اذن المجالسه، اذن المحبه. وما اعطي مؤمن، ما اعطي مؤمن ولن يعطى عطاء اعظم من الحب. اعظم عطاء ان يكرمك الله بالحب. والحب يا ابني، الحب الك ما للشيخ. لو كلكم حبيتوا الشيخ
الشيخ ما بينتفع منك بشعره. النفع لك يا ابني. لما الابن بيحب ابوه المنفعه للاب ولا للابن؟ بصير الاب بيدفع لابنه بيعطيه، بيجي يوم بيسلمه مفتاح الخزينه بيقول له زين انت افتح. فكل ما الابن خدم ابوه اكثر وحب ابوه اكثر كل ما بياخذ عطاء اكبر. اما ابوه ما بينتفع، الولد صغير بيعطيه ابوه خرجيه بيروح يشتري فيها قضامه، بيجي بطعمي ابوه قضامايه. ابوه شو بيشوف القضامايه؟ اغلى من ملء الارض ذهب. يعني ابوه بحاجه لها القضامايه، لكن اخذها من ابنه مشان يعلمه السخاء، مشان يعلمه الكرم شلون ينفق. فاذا انفق القضامايه اليوم بكره بينفق ملبسه، واذا انفق ثاني يوم الملبسه ثالث يوم بينفق اللقمه، بعدين بينفق قميصه بيصل الى. فهذا كله من اداب، من اداب التربيه. فاذا الله عز وجل اكرمك بالحب دليل ان الله اختارك لتكون مع محبوبك في الجنه، خاصه اذا كان الحب لله وفي الله وعلى محبه الله، فانت مع من احببت تلتقي يوم القيامه في الجنه مع من احببت. اما اذا كان جالست الشيخ من اجل كرامه او من اجل حال في قلبك يحكي لك على حالك او من اجل شيء مادي، فانت خسرت الصحبه. الشيخ لا يجالس لكرامه يا ابني، والشيخ لا يجالس لكشف حال، الشيخ يجالس ليحمل قلبك ويقربه إلى الله. الشيخ هي شغلته، عمل الشيخ يحمل القلب ويقربه إلى الله حتى يشعر هذا القلب بهيبة الله وبجلال الله، فيبقى صباحه ومساءه وليله ونهاره مع الله على كل حال. هذا حال، هذا حال الإذن. وما كان لنفس أن تؤمن إيمان إلا بإذن الله، إذا ما أذن الله لك ما بتحسن تآمن. إيمان بده أذن؟ نعم. والإسلام بده أذن؟ نعم بده أذن. والمحبة بده أذن؟ بده أذن. هذا الأذن مين؟ واقف على الباب بيستأذن، تأذنوا لي بالدخول؟ تفضل. إذا قال لك تفضل أذن لك بالدخول، ومتى أذن لك بالدخول صار دخولك للبيت، صرت واحد من أهل البيت، قربك وأطعمك وسقاك وعلمك وأدبك وارتقى بك. فإذا اكتفيت بيقول لك مع السلامة. فالمنفعة لك إذن، صحبة الشيخ إذن يا أخواني هي لمنفعة الأخ. في بعض المشايخ ما وعيوا هالشيء، ليش أخوان بيحبوا الشيخ؟ لك يا جماعة ما حبوا الشيخ على سواد عيونه، وما حبوا الشيخ على إمال يعطيهم. الحب في الله، وهذا من أرقى درجات الحب في الإسلام. مر النبي سأل الصحابة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ما خصلة تجمع الإيمان كله؟ ما خصلة تجمع الإيمان كله؟ فقال بعض الصحابة: الصلاة يا رسول الله. قال: أحسنت وما أصبت. أحسنت منيح لكن ما أصبت. وقال الثاني: الحج. قال: أحسنت وما أصبت. وقال الثالث: هي الصحبة. قال: أحسنت وما أصبت. قالوا: يا رسول الله ما هي الخصلة؟ قال: الحب في الله. الحب في الله تجمع الإيمان كله.
بدك تتعلم تفسير القرآن بالمحبة بتتعلم، بدك تتعلم الفقه بالمحبة بتتعلم، بدك تتعلم علوم أهل الأرض وعلوم أهل السماء بالمحبة بتتعلم الكل. خصلة تجمع الإيمان كله، الحب في الله والبغض في الله. فإذا الإنسان أحب في الله معناته أذن الله له أن يرتقي في درجات الكمال حتى يبلغ كمال أولياء الله وأحباب الله، بيصير مثلهم. إذا ما صرت مثلهم بتصير قريب منهم، قريب مثلهم. فإن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. ما صار لك تصير مثلهم، صير تشبه فيهم، تشبه. ما تتشبه يا ابني بالعجز، في بيئة أخي بدي يصلي بحني ظهره بوقف، أنا والله الشيخ ظهره محني منحني معنه. لك ابني الشيخ بسنه وكبره وتعبه وظهره بيجعه بينحنى، أما أنت يا شاب ليش عم تهني؟ بده يقلد. يا ابني التقليد بالهمم، قلد الشيخ بالهمة، قلد الشيخ بهمته، عمله، دعوته، تهجده، صلاته. قلد الشيخ بالهمم، ما تقلده بالأمور الصغيرة. لما بتقلده بالهمم بتصير شكلك مثل شكله، وهذا من علامة الحب. من علامة الحب تلبس ثوب حبيبك، هذا معقول؟ نعم يا ابن، هذا معقول. مرة دخلت لبيت شيخنا، دقيت الباب، عيال شيخنا كانت رحمة الله عليها، أم عمر الله عز وجل يرفع مقامها ويرضى عنها، تفضل. فتر بأرض الديار كاشفة، غمض، قلت لها أنا الشيخ رجب، ما عرفتني، فكرتني أنا الشيخ. واحد زوجته تخربط فيه، فكرتني شيخ. هي وحدة من الوحدات. كثير لما أقعد درس يفكروا الإخوان إنه الشيخ اللي عم يدرس، وهذا كثير من الإخوان. والله يا إخوان وحدة، شيخنا كان يدرس بالأموي، اجت سفرة على الكويت، وكلني بالدرس عنه، درست عنه في الأموي. لهلا بتذكر الآية اللي درستها بالأموي، بقول الله عز وجل، اللهم صل على سيدنا محمد، النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لا دروس النبي عليه الصلاة والسلام، دراسة النبي عليه الصلاة والسلام في ليس بمجنون وليس في أظن سورة يونس أظن الحاصل. فمرة راكب مع أخ الحمصي رحمة الله عليه يعني كمان توفى، ركبني بالسيارة بده ينزلني عالشام، حط لي الكركر التسجيل، الصوت صوت شيخنا، الآية أنا مفسرها. والله من هون لوقت اللي وصلنا لجزر فكتوريا وأنا مشتبه، درس الشيخ ولا درسي؟ بعدين قلت له بالله عليك هذا درسي ولا درس الشيخ؟ إذا أنا اشتبهت بالدرس شو بتكون؟ يا ابني هاي صفة من صفات الحب، هذا ما بيجيده الإنسان، ما هو بيجيب الصورة بيلبس حاله،
الله عز وجل بيلبسك هالصورة، تلبس صورة حبيبك، بس الصورة لا بتصير الصورة البرانية والحالة القلبية الروحية، فبتاخذ صورة قلبا وقالبا هذا الحب. فإذا حبيت مشان تصير بهالحال، بهالحال كنت أجلس مع الشباب أعطيهم جلسة حب، حب، وكل حب كل مرة نوع لهم الحب واتفنن بالحب. فكان الحب بالنسبة لي كبحر، قد ما غرفت منه أخذت قليل ولسه في كثير. وكل شيء في الحياة ينتهي، العلم بينتهي، الفقه بينتهي، اللغة بتنتهي، كل شيء بينتهي إلا الحب لا نهاية له. متى ما الله فتح عليك باب الحب، الله أكبر، بتصيب تتفنن، تتفنن أكثر من مجنون ليلى. مجنون ليلى لك يا ابني، الناس مغرورين بمجنون ليلى، إنه مجنون ليلى، مجنون ليلى، مجنون ليلى حمار قدام أهل الحب بيطلع، ما في المال وفهم، هذا ما فهمان، هذا مسكين حب جلدة امرأة، شو حب منها؟ حب منها موضع البول، هذا الحب كله. بين إنسان يحب هالموضع النجس، بين إنسان أن يحب خالق الوجود الله. الله تحب، الله تملأ قلبك بأنوار الله، تحب سيدنا رسول الله، صير جمالك جماله، صير نورك نوره، صير شكلك شكله، شدة الحب. والله شفنا النبي عليه الصلاة والسلام بصورتك، نعم. لا هذا ما هو شيء غريب، لكن اللي ما داق يلي ما بيعرف بيقولوا يلي ما داق المغراية ما بيعرف شو الحكاية، يلي ما داق الحب يا ابني ما بيعرف. الله يدوقكم حلاوة الحب يا ابني، حلاوة الحب لا بتحس بالبرد ولا بتحس بالشوب ولا بتحس بالتعب ولا بتحس بالبعد ولا بتحس، حلاوة الحب بتزلل كل الصعاب، بتقرب البعيد وبتخفف الثقيل، الحب يا ابني. فإذا رزقت الحب تتغير كل حياتك، ما عاد في إنه والله تعبان ما لي أدران، لا يا ابني، الحب ما في تعب، الحب. بتذكر مرة جلست للتدريس صباح يوم الجمعة بالجامع، جامع السرخدية، بتذكر قعدت وسميت وبديت الحمد لله رب العالمين، ما عدت أعيد، شلون راحوا الإخوان، شلون حملوني من الجامع أخذوني البيت بعض الإخوان، يومين جابوا الأطباء بعدين أخذوني من البيت لبيتنا، نقلوني، ما لي حاسس. وبقيت إلى يوم الخميس أو إلى يوم الجمعة، يوم الجمعة فتحت عيوني، من أيام لا طعام ولا شراب ولا سبات ولا وعي، فتحت عيوني لقيت أمي قدامي، ماما شو اليوم؟ قالت لي الجمعة، اللي بدي يروح الدرس. أنه درس؟ أنه درس؟ ما في لا اتزان ولا جمعة، من أيام بدون لا طعام ولا شيء. يا ابني غير بدل. أجا الوالد خانة رحمة الله عليه، قالت لي لفون لساوي لك بس كاسة شاي تشربها بس، فاتت عن المطبخ فزيت بالقميص وبالباس بدي اطلع الجامع، مشيت لراس الدرج، راس الدرج كان درج خشب مسميك
وبعدين درج حجر أسود بسفل الدرج النهر يلي بينزل على الطاحون. وصلت للدرج أول درجة كرفتت طا 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 طا، نزلت درجات الخشب درجات الحجر وصلت لقدام النهر. يعني لو قالي بخمسة سنتي كنت صرت لحمة كفتة بالفراش تبع النهر. تمام، كان راح. رقدت أمي، رقد أبي، رقد أخواتي، حملوني طالعوني بدي يطلع على الدرس. خناق وكذا حاصل. مرة تانية ردت الوالدة فاتت مش نسوي لي فنجان قهوة، ردي طلعت مرة تانية، رن نفس القلبة مرة تانية. يعني على كنار النهر، على كنار النهر، يعني ما في قلبة سنتين ثلاثة راح. ركضوا وراي، رد حملوني. فأبي حكى للشيخ رمضان الله يبارك للنبي حياته، قال له خذوا خذوا طالعوا خذوا. طالعني على الدرس، كان جامع أبو النور القديم، قعد من الناحية الغربية على الدرج. شيخنا هو قاعد قال مريض بده يجي لعند الطبيب ما بيخلوه، اتركوه. إذا أجى لعند الطبيب من نظره للطبيب بيطيب. والله يا أخوان حضرت الدرس، ولما انتهى الدرس نزلت مشي من جامع أبو النور لجسر فكتوريا مشي، وتاني يوم الصبح فزيت على الشغل. هذا الحب ابني، هذا الحب. فلما الواحد بيعرف أنه كيف بده يحب، سلم قلبك يا ابني للشيخ، سلم قلبك مثل إناءك المصدي، خليه يمسح لك يا بروحانيته اللطيفة، روحانية الذكر. فبتشوف قلبك صار يخفق في الحب. في واحد بيقعد بيعاهد الشيخ في المعاهدة بهب بيشعل ما بيتحمل. في واحد ما بيحس، بدك تقعد تهيئ حالك. مجالسة الشيوخ ما هي مجالسة رفيقك أو صاحبك، مجالسة الشيخ في كل لحظة في إمداد، في كل طرفة عين له مدد. النظرة إذا نظرت إله لح ينظر إلك، نظرتك إله نظرة التوقير، نظرة الشيخ إلك نظرة الإمداد، نظرة الفيوضات، نظرة التجليات. ف في فرق بين نظرتك ونظرة شيخك يا ابن. لذلك هذا كله، هذا كله من الإذن يلي يصير من أهل الإذن. ف واحد عاصي مرتكب ذنوب جبناه على الجامع، أذن الله له بالتوبة، هذا إذن التوبة. في واحد أول ما بينظر إلى وجه الشيخ الله بيغزب في قلبه، بيغزب في قلبه التوبة، فيتوب ويكون من أهل المسجد. ثبت لازم خلاص ما عاد ترك. أزين له بمجالسة الصالحين، أزين له بالمجالسة. هذا أذن. في واحد بده علم، إذا جالس يفتح له باب العلم. في واحد بده حال، بصير معه حال. في واحد بده أنس بالله. والله لو طلب المريد أن يكون على كل نفس مع الله وصدق في الطلب لأدرك ذلك. بكل نفس بتشعر أنك مع الله، ممكن أن تصل بذلك إذا صدقت وأذن لك في ذلك. أصدق الله، جالس بالصدق. جالسنا يا ابن شيخنا ما عرفنا مع الشيخ لا أستاذ ولا معلم ولا شغل ولا أب ولا وقت الشيخ، ما في حدا.
وقت الشيخ ما في حدا، كان سيدنا الله يقدس سره يدق لي تليفون لي، ابني شو عندك شغل؟ شو عندك شغل؟ ما عندي غيرك، ما عندي شغل غيرك، بيتي تعال عندي عاوزك. مسافة الطريق، مسافة الطريق، والطريق 10 كيلو متر دقيقة. أين تجيت؟ شلون جيت؟ خلاص تنطوى الأرض لأهل الحب، أهل الحب تنطوى الأرض إلهن، بينطوى الزمن كله إلهن. بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام 1400 سنة، هلا ما هي و31 سنة، 1431 سنة. ينطوي الزمن إذا صدقت في الحب، وبلحظة ترى النبي عليه الصلاة والسلام معك. اصدق في الحب وتوجه فتجد رسول الله بجماله بكماله بنورانيته معك. انطوى الزمن كله، نعم. انت رحت ولا هو اجا؟ الحب ما في روح وجاد، ما في زمن. الحب ما في إلها، ما في إله زمن ولا في إله مكان. واحد في آخر الدنيا يرى نفسه في المدينة، واحد بالشرق واحد بالغرب، هذا بشوف النبي إجا لعنده، هذا بشوف حلو راح لعند النبي صلى الله عليه وسلم. اصدقوا في الحب يا ابني، هذا إذن، إذن يلي الله بيأذن له. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، الله أكبر، إلا بإذن الله. هل إذن هاد؟ انظر لنفسك، هل عندها الإذن من الله؟ أنت أخذت الإذن؟ مأذون؟ في واحد بيجي بدق لي في إذن نجي على الدرس؟ بيستأذن مشان جاي على الدرس، لكن مني جاية الدرس ما بدأ إذن، جاية الدرس مأذون، هذا إذن مفتوح، هاي كريدية مفتوحة على طول. بده يذكر الله، في إذن للذكر، هذا إذنه مفتوح. فشوف حالك أنت، في عندك هالإذن؟ فإذا كان شعرت بأن الله عز وجل حبب إليك الإيمان وزين الإيمان في قلبك، فاعلم بأنك مأذون أن تكون من أولياء الله. إذا رأيت أن في قلبك ميل لأحباب الله وميل لذكر الله، تيقن أن الله أذن لك أن تكون ممن ينظر إلى وجه الله يوم القيامة. إذا وجدت في قلبك شوق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صرت تشتغل بالصلاة على النبي، اعلم أن الله أذن لك أن تكون جليس رسول الله في الآخرة، وأن تكون معه في الجنة. هذا كله هذا من هون، من الدنيا بتكون تزرع هالزرعة، إذا هون ما زرعت ما راح تصل لهنيك. فهون الحب، هون إن حبيت يا ابني المال ما ظل زائل، وإن حبيت المرأة بدها تموت، وإن حبيت الولاد بدهم يموتوا، حبيت الوظيفة لح تطلع منها، حبيت رفيقك لح تفارقه. حب الله الحي القيوم الواجد الواحد الأحد الذي لا يتبدل ولا يتغير، حب الله بكثرة الذكر، وخذ من عطاء الله عز وجل. بيفرحوا يعني بعض الأحباب أنه قعد صار له شوية فتح، والله الله فتح مني، ما هذا الإذن؟ الإذن إذا علمت
ما تعلم من اللسان، يكون علمك من القلب، والقلب مرتبط بالحق، فيأخذ المدد من الرب ثم يصيغه ثم يفيضه إلى القلوب. تأخذ من الله بتعطي عباد الله. والكمال هذا كله من أسرار الإذن، الكمال مثل إناءك المصدي، خلي يمسح لك إياه بروحانيته اللطيفة، روحانية الذكر، فبتشوف قلبك صار يخفق في الحب. في واحد بيقعد بعاهد الشيخ في المعاهدة بهب بيشعل ما بيتحمل، في واحد ما بيحس. بدك تقعد تهيئ حالك. مجالسة الشيوخ ما هي مجالسة رفيقك أو صاحبك، مجالس الشيخ في كل لحظة في إمداد، في كل طرفة عين له مدد. النظرة إذا نظرت إله لح ينظر إلك، نظرتك إله نظرة التوقير، نظرة الشيخ إلك نظرة الإمداد، نظرة الفيوضات، نظرة التجليات. ففي فرق بين نظرتك ونظرة شيخك. لذلك هذا كله من الإذن يلي يصير من أهل الإذن. فواحد عاصي مرتكب ذنوب جبناه على الجامع، أذن الله له بالتوبة، هذا إذن التوبة. في واحد أول ما بينظر إلى وجه الشيخ الله بيغزب في قلبه، بيغزب في قلبه التوبة، فيتوب ويقوم من أهل المسجد. ثبت لازم خلاص ما عاد ترك. أزين له بمجالسة الصالحين، أزين له بالمجالسة. هذا أذن. في واحد بده علم، إذا جالس يفتح له باب العلم. في واحد بده حال بصير معه حال. في واحد بده أنس بالله. والله لو طلب المريد أن يكون على كل نفس مع الله وصدق في الطلب لأدرك ذلك. بكل نفس بتشعر أنك مع الله، ممكن أن تصل بذلك إذا صدقت وأذن لك في ذلك. أصدق الله، جالس بالصدق. جالسنا يا ابن شيخنا ما عرفنا مع الشيخ لا أستاذ ولا معلم ولا شغل ولا أب ولا وقت الشيخ ما في حدا، وقت الشيخ ما في حدا. كان سيدنا الله يقدس سره يدق لي تليفون، لي ابني شو عندك شغل، ما عندي غيرك، ما عندي شغل غيرك، تعال عندي عاوزك. مسافة الطريق والطريق 10 كيلومتر دقيقة. أنت جيت؟ شلون جيت؟ خلاص تنطوى الأرض لأهل الحب، أهل الحب تنطوى الأرض إلهن، بينطوى الزمن كله إلهن. بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام 1400 سنة، هلا ما هي و31 سنة، 1431 سنة. ينطوي الزمن إذا صدقت في الحب، وبلحظة ترى النبي عليه الصلاة والسلام معك. اصدق في الحب وتوجه فتجد رسول الله بجماله بكماله بنورانيته معك. انطوى الزمن كله. نعم انت رحت ولا هو اجا؟ الحب ما في روح وجاد، ما في زمن. الحب ما في له زمن ولا في له مكان. واحد في اخر الدنيا يرى نفسه في المدينه، واحد بالشرق واحد بالغرب، هذا بشوف النبي اجى لعنده، هذا بشوف حلو راح لعند النبي صلى الله عليه وسلم.
اصدقه في الحب يا ابني، هذا اذن، اذن يلي الله بيأذن له. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، الله اكبر، الا باذن الله. هالاذن هاد، انظر لنفسك، هل عندها الاذن من الله؟ انت اخذت الاذن؟ مأذون؟ في واحد بيجي بدق لي في اذن نجي على الدرس، بيستاذن مشان جاي على الدرس، لكن مني جاية الدرس ما بدي اذن، جاية الدرس مأذون، هذا اذن مفتوح، هي كريدية مفتوحة على طول. بده يذكر الله، في اذن للذكر، هذا اذنه مفتوح. فشوف حالك انت، في عندك هالاذن؟ فاذا كان شعرت بان الله عز وجل حبب اليك الايمان وزين الإيمان في قلبك، فاعلم بأنك مأذون أن تكون من أولياء الله. إذا رأيت أن في قلبك ميل لأحباب الله وميل لذكر الله، تيقن أن الله أذن لك أن تكون ممن ينظر إلى وجه الله يوم القيامة. إذا وجدت في قلبك شوق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صرت تشتغل بالصلاة على النبي، اعلم أن الله أذن لك أن تكون جليس رسول الله في الآخرة وأن تكون معه في الجنة. هذا كله هذا من هون، من الدنيا بتكون تزرع هالزرعة، إذا هون ما زرعت ما رح تصل لهنيك. فهون الحب، هون إن حبيت يا ابني المال ما ظل زائل، وإن حبيت المرأة بدها تموت، وإن حبيت الولاد بدهن يموتوا، إن حبيت الوظيفة رح تطلع منها، إن حبيت رفيقك رح تفارقه. حب الله الحي القيوم الواجد الواحد الأحد الذي لا يتبدل ولا يتغير، حب الله بكثرة الذكر، وخذ من عطاء الله عز وجل. بيفرحوا يعني بعض الأحباب أنه قاعد صار له شوية فتح، والله الله فتح مني، ما هذا الإذن؟ الإذن إذا علمت، ما تعلم من اللسان، يكون علمك من القلب، والقلب مرتبط بالحق، فيأخذ المدد من الرب ثم يصيغه ثم يفيضه إلى القلوب. تأخذ من الله بتعطي عباد الله. والكمال، هذا كله من أسرار الإذن، الكمال أن تكون مرتبط ارتباطا كاملا بروحانية رسول الله، فيأتي المدد من الله إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يصب في قلبك، ومن قلبك تصبه في قلوب، في قلوب المؤمنين. هذا الإذن الكامل، هذا الإذن الكامل، عهد، بيعة، صحبة، محبة مرتبطة بالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. وأنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل. وأنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل. باب الحضرة، باب الله، وشيخك باب رسول الله. واحد بده يفوت على البيت من غير باب، نين بده يفوت؟ من الأسطيح، من على الأسطيح، شو بيقولوا عنه؟ حرامي، على السجن، بينسجن، حرم العطاء. ده تدخل من الباب،
ففي بعض الناس بيقول لك شو شيخ بلا شيخ بلا لا بدا شيخ، نحن اخي ما بدنا مين دلنا على الله، نحن لحالنا متعرف على الله لحالك انت اعظم من رسول الله. اذا رسول الله تعرف على الله لحاله ولا من باب سيدنا جبريل؟ سيدنا ابو بكر تعرف على الله لحاله ولا من باب النبي عليه الصلاه والسلام؟ انت اعظم من ابو بكر بدك تصير؟ فيا ابني الله عز وجل قال واتوا البيوت من ابوابها، واذا بدك توقف على الباب قال وليستأذن الذين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. باب ما بصير تفوت بدون إذن، بدك تفوت إلى قلوب أهل الكمال بدون إذن؟ هذا ما ممكن يا ابني. فلذلك إذا كنت لاحظت أن الله خاطبك بخطاب وتلززت بهذا الخطاب، مثلا قرأت إنا أعطيناك الكوثر، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على هالعطاء، هذا لمين إلك، الله عم يخاطبك إلك، أعطيناك الكوثر، أعطيناك الخير الكثير، هداك إلى الإيمان وأزين لك بالتقوى وجالسك في بيته إلى أحبابه وأصحابه وحضور مجالس الإيمان، هذا عطاء كبير، هذا الحمد لله تذوقت لذة الآية هي إنا أعطيناك الكوثر، لك الحمد يا رب، لك قوم فصلي لربك أدي الشكر. الشكر هم ما بدك تبوس إيدك تحط على رأسك، ومن الشكر تصلي ركعتين أربع ركع شكرا لله على هذه الهداية، فصلي لربك وانحر، انحر الغفلة، انحر الهوى، انحر اللهو، انحر اللعب، انحر الغفلات، انحرها به سيف الشريعة المطهرة حتى تكون دائما مع الله. هذا حتى يتحقق لك الإذن. ومتى ما أذن الله لك، من علامة توفيق الله في الإذن، الله عز وجل يجعلنا وإياكم أهل يا ابني، علامة يا ابني توفيق الله في الإذن أن يستديم رباطك، كون الرباط يا ابني موجود دائما دائما مرتبط، مرتبط مع أهل الله، مرتبط بذكر الله، مرتبط بحب رسول الله. هذا الرباط يا ابني هو الذي يوصلك إلى العطاء. في واحد بيقعد ليذكر دغري بيعمل رابطة مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ كبير يا ابني، اوعى. واحد طالب ابتدائي بده يمضي إمضاية الدكتوراه، شو بيعملوا فيه؟ بده يعمل حاله دكتور ابتدائي، ابتدائي، إعدادي، إعدادي، ثانوي، ثانوي، بدك تمشي خطوة خطوة. أما بيجي أخ يقول والله أنا رح أعمل رابطة مع النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لن تنتفع، نفع ما في، ثانيا انقطعت صلتك مع الشيخ. بيعمل رابطة مرة مرتين ثلاثة ما صار له شيء، بكمان بيترك النبي عليه الصلاة والسلام، فانقطع عن الشيخ وعن النبي عليه الصلاة والسلام. شيخك يا ابني هو مفتاحك للنبي عليه الصلاة والسلام. رابطة الشيخ يا اخواني، وان كان يوم درس صار لكن على بركة الله، رابط الشيخ يا ابني برداية رقيقة بينك وبين رسول الله. لما بتقوى رابطتك مع شيخك نرفع البرداية أنت مع رسول الله. هي هي من ذاق عرف، برداية رقيقة، لكن مين بده يرفع لك إياها؟
شيخك بيرفع لك يا، ما انت بدك تعمل رابطه مع النبي عليه الصلاه والسلام، انت ما عندك الاستعداد يا ابني. فبرداي بينك وبين النبي عليه الصلاه والسلام تعمل رابطه مع الشيخ، ما دامت الرابطه موجوده في ليلك في نهارك قويه الرابطه بدون ارادتك، تكون قاعد ترتفع البرداي بكل لطف، فتجد نفسك مع رسول الله. شلون؟ ما في شلون. شيخك عم يشتغل في قلبك بدون ما انت تحس. يا احبابي لو ان المريد يعرف الشيخ شو بيشتغل بقلبه، والله لو كان لو حط نفسه تراب قليل عليه. انت في نومك وشيخك عم يزورك، شيخك عم يطهر قلبك وانت نايم. لذلك سموا هؤلاء اولياء الله، سموهم جواسيس القلوب، يدخلون الى القلب فيطهروه ويغسلوه وبيخرجوه وانت مالك حاسس، لكن ما تشوف حالك الا عم تتبدل من نقص إلى كمال، من تقصير إلى همة، من غفلة إلى ذكر. طيب شلون هي؟ هذه بما يضعونه في قلبك من إمدادهم ومن توجهاتهم ومن فيوضاتهم. هذه يا ابني حالة أهل الله مع عباد الله. فنيال اللي الله بيكرمه بصدق الحب وبياخذ هالإذن. فإذا أذن الله لك جل جلال الله وأدخل الإيمان في قلبك، طيب وجب عليك التخلق بالعبودية. ما دام أذن لك بالإيمان، أذن لك بالصحبة، بدك تصير عبد، بدك تتحقق بالعبودية. وإذا صرت عبد متى ما صرت عبد، كل عمل وكل فعل وكل قول وكل حركة تحتاج إلى إذن من الله سبحانه وتعالى. وما دام أنك عبد فالعبد لا يتحرك إلا بإذن سيده. سيدي أنا رايح أتوضى، أنا رايح أصلي، بدي أزلي، يقول له لا أهل أساوي لنا فنجان قهوة بعدين بتروح، بدي أساوي قهوة بعدين بروح، بدك تأذن. فهل أنت عبد؟ هل شعرت بهالإذن هذا؟ إذا أذن كل وحدة بدك تأخذ الإذن من الله. رايح الدرس نويت حضور مجلس العلم دلالة العباد على الله وتوجيه الخلق إلى الله، اللهم إذن لي في ذلك. نجي لأهل الله، نحن على بابكم طالبين الإذن منكم، نحن ما لي أهل، إذا بتأذن هذا إذن، هذا إذن أهل الله. الله يجعلنا أهل لذلك. لما سيدك بيأذن لك بيحيطك بعناية، بيحيطك بتوفيق. إذا قال لك روح السوق جيب لنا خيار، بيعطيك حق الخيارات، ولخذ السلة وخذ الموتور أو خذ بسكليت أو خذ السيارة، أعطاك المعونة وأعطاك المدد وأعطاك. هكذا يا ابني العبد مع الله. فلما بتستأذن، لما بتستأذن بيعطيك كل المعونة والتوفيق حتى تصل إلى ما تريد. لما سيدنا سليمان صلوات الله وسلامه عليه لما أرسل الهدهد إلى بلقيس، أجا الهدهد قال له إني أحط بما لم تحط به، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. عم يسجدوا للشمس من دون الله، كتب رسالة
قال له خذ لهم اياها. فالطيور قالوا له لك شلون بتروح لحالك؟ شلون بتروح لحالك؟ طيب هدول بركي صادوك، بركي قتلوك هدول. فقال: من كان معه إذن الله لا يضام. من كان معه إذن الله، ما أنه مين اللي أذن له؟ سيدنا سليمان. من يطع الرسول فقد أطاع الله، اللي بيسمع كلام النبي كأنه سمع كلام الله. الله أكبر. النبي ممثل؟ نعم. ثلاثة لما دخلوا على الجامع، أول واحد قرب حتى قعد قدام، ثاني واحد قعد ورا، ثالث ده ظهره رجع. النبي قال: ألا أخبركم بخبر النفر الثلاث؟ الثلاثة أخبركم عنهم؟ أما الأول آوى إلى الله، فآواه الله. آوى لوين هو؟ آوى إلى رسول الله. رسول الله ممثل، ممثل للحضرة، ممثل للنور، آوى إلى الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقال له: أنا سمعت كلامه. قال: روح روح، ومن كان مع الله لا يضام. إذا في إذن إلهي لا تخاف، لا تخاف. درست أنا، شيخنا بعثني الله يرضى عنه، بعثني على سويسرا، درست سنتين بسويسرا. المشرف كان عن مركز بسويسرا كان الدكتور مدحات شيخ الأرض رحمة الله عليه. مدحات شيخ الأرض مريد كان عن شيخ أمين والد شيخنا. مدحات شيخ الأرض مع الملك، كان طبيب الملك، طبيب عبد العزيز. عبد العزيز صار عليه ضغوط وهجوم وأعداء وحاطوا، وقاعد معه مدحات شيخ الأرض قاعد مع الشيخ، معناتها في قتل يعني الحياة. فمدحات قاعد مع الملك لكن غمض عيونه رابطة مع الشيخ. فشاف الشيخ عم يقول له: قوم 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 الحقني، أنا ماشي قدامك الحقني. فتح عيونه شاف الشيخ قدامه مغمض، شاف الشيخ، فتح شاف الشيخ قدامه الحقني. محيطين جيش بالخيمة كلها، مشي الشيخ ماشي قدامه، مشي طلع فتح الشيخ العسكر ومر ومشي وطلع من بيناتهم، ما حدا حس فيه، ما حدا حس فيه. شلون شلون انت بتقول شلون؟ اما عند اهل الله ما في شلون. عبدي كن لي كما اريد اكن لك كما تريد. عبدي إن صدقت بذكري، عبدي إن صدقت بذكري جعلتك تقول للشيء كن فيكون. حال يا ابن أهل الله، ما أهل الله ما فيش ليش وشلون، ما أنت بتقول شلون لكن ما أهل الله ما في أبن. ما وقت إنه أذكر لكم يعني أشياء حصلت معي، الله عز وجل يرضى عن شيخنا. والله يا ابني أنا متت 4 مرات في حياتي، والله أنقذني برابطة الشيخ، برابطة الشيخ بفضل الله، ببركة الرابطة. شوف شيخنا، وصلت مرة إلى الموت، بيني وبين الموت ما بقى في 5 دقائق، فقلت بموت على رابطة الشيخ. أنا في النهر، في نهر ونهر ضيق، ما عملت الرابطة، لقيت الشيخ عم يقول لي: غط مقص، غط مقص لا تخاف. غطيت مقص كأنه واحد دفعني والله 50 متر،
دقيت ايدي بالخشب هذا، انفتحت المي وراحت، فزينا وطلعنا. بدي اطلع على الحج يا ابني، مشان يعرف الواحد انه شغله الشيخ. انا ما عم بحكي لكم قصص، لكن لحتى تتذوقوا ان يا ابني مجالسه الشيوخ الها منفعه. بدي اطلع على الحج لاجل امور كثيره. قال لي يا ابني خليك مع الرابطه. طلعت والله يا ابني 7 ايام بالباخره، ما نشفت الدمعه والله لا ليل ولا نهار. محروق محروق، مشتاق للحبيب صلى الله عليه وسلم، بكاء بكاء بكاء. وصلنا للمدينة المنورة على ساكنة أفضل الصلاة والسلام، وصلوا عليه يعني صلى الله عليه وسلم. صلنا دغري، فتحت على البيت، غسلت ولبست وطلعت، وقفت على باب السلام قبل الفجر ب3 ساعات. 3 ساعات واقف على الباب، بكاء بكاء. لكن اذا بقول لكم انه المراره انفرطت من كثر البكاء صدقوني، بكاء. فتحوا الباب، لما انفتح الباب فاتوا الناس الكيد. انا شفت الناس فاتوا الكيد، نسال الله السلام، انقلبت الحاله كلها. نشفت الدمعه، لا بقى في دمعه، لا بقى في حب، لا بقى في حب، لا بقى. وين راكدين؟ ما عرفانين عن مين جايين، ما عرفانين مكانه الرسول الاعظم. فتت للمواجهه الشريفه مقابل النبي عليه الصلاه والسلام، ما في شيء، وكانه حجر صخره مقطوعه من جبل. حكيت لأهلي معي، قلت لهم زوروا انتوا، انا يمكن مالي مقبول. قعدت بالصفة، قاعد بالصفة، مسك مصباحتي عم بذكر. قعد قدامي شيخ من حلب كان اسمه الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن السواس، الله يرحمه ويبارك فيه، من اولياء الله كان. قال لي ابني شو عم تعمل؟ والله عم بذكر. قال لي ابني هون توجه، هون بدها توجه، تذكر بالبيت، اما هون توجه. فقعدت عم بحكي له على شيخنا، عم بحكي على الشيخ، حب الشيخ حب الشيخ. بيجينا واحد اسود بيوقف بيسمع، قال لي والله هذا ليس بكلامك، والله هذا ليس بكلامك. قلت له يا بتسمع يا بتقعد. هذا عم بحكي، قال لي والله هذا ليس بكلامك، هذا كلام العارفين بالله. لك يا ابن حلال، قلت له أنا على شعره الآن، وأنا عم بتكلم وأذبي شيخنا، والله بشوفه أمامي مثل ما أنا شايفكم. عمي قلت قوم الحقني، فزيت مسكني هالأسود، بالله عليك رأيته؟ بالله عليك. لك قلت له من شان الله خذني معك، قلت له امشي. ومشى أمام، والازدحام معروف بالحرم خاص بالروضة، حتى وصل رضي الله عنه إلى القبر، ودخل وعانق النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا شفت العناق وانفجرت. والله بدل الحال، بدل موهو من الشغل. خلصت الحج ورجعت، وانا عادتي لما برجع من السفر اول ما بيجي لعند شيخنا، قبل اهلي وقبل اولادي وقبل بيجي لعند شيخنا، هي عاده
مريد هذا المريد. طلع عند شيخنا بهالبيت اللي مواجهه، كان عنده الشيخ محمد التل الله عز وجل يعافيه، توفى رحمة الله عليه وغفر الله له. أول ما فتت شيخنا طلع قال لي اقعد يا ابني اشوف، احكي لنا شلون زيارتك لحتى تعرف اني شيخ مو شيخك نايم، شلون زيارتك؟ حكيت له كان شيخنا مسافر بألمانيا. قال لي والله يا ابني حسيت فيك وانا بألمانيا، جذبتني من ألمانيا لعندك. فالشيخ حس بأخ من إخوانه من ألمانيا إلى المدينة، يقوم حتى يتغير الحال من جفاء إلى صفاء ووفاء. فهذا الشيخ شلون بدك تكافيه؟ هذا يا ابني محبة أهل الله هي. فإذا كان صار لك الرباط بالإذن فرباط الإذن يا ابني هذا اللي بده يعطي الفتح والتجلي والإمداد والصفاء. ممكن واحد يحس ممكن واحد ما يحس. فلا تظن يا ابني أن الشيخ عم يتصرف من نفسه، لا يا ابني. أنا ما عم بتكلم بلساني ولا بتصرف بشأن. والله يا أخواني كما ذكرت من مدة، لو أن أحباب الله قطعوا إمداد عني طرفة عين والله بصير مثل هالعضاضة ما بيطلع بيدي يحكي كلمة. علمونا نحكي وبإمداد عم نحكي وبأسرار عم نحكي وبإمداد أرواح من ربي، وهذا من فضل الله عز وجل. فلا تظن يا ابني استعدادك ولا تظن هذا ذكرك، إنما هو إمداد أهل الله. ويقولون لو أن العارف بالله أذن لقط لأطى لنطق قط بالحكمة. لو أذن لأطى لحجر صلى الله عليك يا رسول الله. لما أجا عكرمة ابن أبي جهل للنبي عليه الصلاة والسلام قال له ورجيني شو الدليل على نبوتك، أنت عم تقول نبي ورجيني دليل. قال له اختار شو بدك. قال له هالحجرة يلي على كان البير هنيك خليها تجي لعندك على وش المي وتشهد أنك رسول الله وترجع لمحلها حتى آمن فيك. النبي قدامه الصحابي قال له روح للصخرة إلا كلمي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإذن يا ابني. راح فالصخرة تمايلت يمين وشمال ثم نزلت على وجه الماء حتى وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت أشهد أنك رسول الله حقا. النبي قال لها ارجعي لمحلك. رجعت محل لمحلها. عكرمة لما شافي قال له أشهد أنك رسول الله. أزن لي حجر فنطق نعم. مسك الحصيات بإيده فسبحوا بإيده صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحجر عم يحكي هذا الإذن يا أب. أهل الله لهم حال. لما بتقرأوا أنتوا الآية القرآنية تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء عم يسبح نعم. إما سمعنا إما سمعت كأنه أنت برداية نازل على أذان القلب تبعك. افتح أذان القلب تسمع تسبيح الكون وسبحان الله ما أكمل خلق الله. الغفلة من نعمة الله. أنا لو واحد منكم يعرف أن الأرض عم تذكر الله بيعود عليها
لو تعرف انه قميصك عم يذكر الله بتلبسه، ما بدك تاكل لمي عم تذكر الله ما تاكلها. جعل الغفله لا لكن لا تفقهون تسبيحهم، اما هو عم يسبح، فما في ذره في الكون الا وهي تذكر الله، لكن الانسان غفل عنها. امتى تحسن؟ لما بصير عندك الصفاء الروحي في القلب وذكر الله اشتغل في القلب، بشوف الكون كله عم يذكر، الكون كله عم يذكر. الله يرضى عن شيخنا، شو بدي احكيكم عن شيخنا، الله يرضى عنه. والله مره صليت الفجر جيت لقيت شيخنا هون بالجامع كان نايم بالبراني، وقفت على باب الجامع عم طلع على نومة الشيخ. فالشيخ فز على القبلة مباشرة وغمض عيونه. والله يا أحبابي، هي بالله، في إخوان ما بتحتاج ليمين، لكن ما مصدق لما غمض عينيه والله خرج من قلب الشيخ مثل شلال، شلال يتدفق بأنوار الله. على الحيطان ذكرت الحيطان، على البستان ذكر البستان، على البنايات ذكرت البنايات. أنا واقف شايف، والله المنظر شايفه. نزل الشجر والحجر والبنايات كله اشتغل، الله 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 الله. أنا واقف عم طلع، اجري صارت ترزق تقصف تحت مني، ما عاد تحسن توقف. حتى وصل النور والله الى اخر نظر، كله ذكر الله صار. انا ما عاد تحسن توقف، لح ابرك. ما شفت الا الشيخ، قال لي يا شيخ رجب انا مخبى والله ما حد مو شايفني. شيخ رجب؟ نعم سيدي. قال لي تعال صلي معنا. فات صلى فرض الفرض الفجر، قرب الركعة الأولى والضحى، وبالثاني ألم نشرح وقعد. أجا أبو مصطفى الخرفان الله عز وجل يتغمد برحمته، هذا كان من أهل القلوب العاشقة. فات لعند الشيخ قال له سيدي اليوم إجاني سؤال أنا مضطرب فيه. خير يا أبو مصطفى؟ قال له سيدي العارف بالله شلون بيذكر الله؟ قال له يا أبو مصطفى إذا أراد العارف بالله أن يذكر يتوجه إلى قلبه فيحضر مع الله، ثم يتوجه إلى جسده فيذكر الله، ثم يتوجه إلى الكون فيذكر الكون بذكر قلبه. والتفت إلي قال لي ما هيك يا شيخ رجب؟ ما هيك؟ حطوا بقى فرامات تحسن تمنع الدمع من البكاء. هذا حال أهل الله يا ابني، هذا حال أهل الذكر. الكون كله عم يذكر؟ نعم، الكون كله عم يذكر بذكر أهل الله. فلو عرف الإنسان هذا، حتى عرف أن حال أهل الله أعظم من كل عطاء في الحياة، أنه الله يكرمك بصحبتهم. قبل ما تبدأ الصلاة تتوضأ، ما هيك شيخ محمد؟ وبعد الوضوء بتوجه لوين؟ بتوجه للقبلة. طيب إذا توجهت للقبلة شو بتقول؟ الله أكبر. هذا الجسم توجه على الكعبة، بعدين شو بتقول؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض
أنا وجه هذا اللي وجهته، وجهت وجهي صدر ناحية القبلة، أنا وجه للذي فطر السماوات والأرض، هذا وجه القلب يا ابن. فأنت عم تتوجه بوجهة قلبك إلى الذي فطر السماوات والأرض، ونعم تكذب بصلاتك. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني مستقيما غير مائل، مسلما مستسلم لله، وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين، أول المسلمين بعيلتك، أول المسلمين بحيك، أول المسلمين ببلدك، أول المسلمين مستسلمين لله. فلما أسلما، لما سيدنا إبراهيم ضجع سيدنا إسماعيل بده يذبح، فلما أسلما، شو ما كانوا مسلمين من قبل، يعني لما استسلموا لأمر الله وتله للجبين سطحوا، ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لما استسلم قال له وقف حاجة لهون، ذبح ما في ذبح، وفديناه بذبح عظيم. لما بتستسلم لله الله بيرد عليك الحياة الكاملة. استسلم وهو طفل فرده الله نبيا. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. مين الملهم؟ الله. قال له افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ده الأدب. سطح سطح، حط السكين، وقف. والله عز وجل شو قال؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هين الكلمات، فأتمهن، أتى بها كاملة فأتمهن. لما أتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، أدرك الإمامة. طيب والطفل أدرك النبوة، ما بس النبوة، إسماعيل ما بس نبي، جعل في نسله سيد الأنبياء، سيد الأنبياء جعلوا في نسله. هذا يا ابن الاستسلام لأمر الله. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وإذا بإذن الله بده يكون دائما في حالة ذكر، دائما في حالة قرب. فأطلب الإذن من الله بقلبك الذاكر لله، أطلب الإذن من الله بحضورك مع الله، بتوجهك إليه. شيخ عم يقول لك اذكر، انا ابني فتحت لكم الباب بعد فضل الله علي بما تجلى الله علي. كل اخ عم يحضر معي يعتبر بايع الشيخ وعاهد الشيخ. هلا بعملكم كمان بيعه خمس دقائق، بيعه للكل، تعدوا تشتغلوا بذكر الله، اشتغل بالذكر. ولازم يلي ما بيعرف يكتب، إذا بده يكتب بمجرد ما يمسك القلم بيكتب على السطر، مرة بيطب لفوق، مرة بينزل لتحت، مرة بشح برشح ورا، لكن مع الملازمة بيتعلم. كمان أنت مرة وساوس، مرة خطرات، مرة تشويش، خليك ثابت، ثبت. لازم ما بتشوف إلا قلبك قعد، اشتغل القلب، ومتى ما اشتغل القلب الله أكبر، الله أكبر. أي لذة، لذة العود ولا كمنجة أبو حسن، ولا لذة الأرد، ولا أنو لذة هي، لما القلب
بدق على نغمة الله 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 الله، خلي والأخذوا الحال ياخذك الحال، انت بدك تاخذ الحال، انت خد حالك ما حالك ياخذك، اخذوا الحال الله صرخ. لا يا ابني خطأ، تكون رجال بيذكر القلب الله الله، من كثر ما بيشعر بلذة الله الله شاف الكون عم بيذكر الله الله الله. لا عود خليك عم تقول الله على باب الله، على بابك على بابك أحبابك، على بابك أحبابك الله الله الله. أنت تدق الباب وهو ما بيفتح، أنت بتناديه وما ما بيجاوبك، وهو الذي قال ادعوني أستجب لكم. الله يعرفنا على الله يا جماعة، الله يعرفكم على محبة الله، حتى تنسوا كل محبوب أمام المحبة الإلهية. فلما الصعوبات تشوفها كلها تزللت أمامك، تزللت أمامك. أحد أتباع سيدنا عيسى شاف سيدنا عيسى مشى على الماء، قال له يا روح الله خذ بإيدي، يا روح الله دخيلك. قال له يا قصير الإيمان لا تستطيع، ما بتحسن تمشي معي، إنه ما صار لك هالحال، مشي على الماء. أما النبي قال عليه الصلاة والسلام قال لو ازداد عيسى ابن مريم لو ازداد من اليقين لطار في الهواء. النبي طار في الهواء، اخترق. هذا يا ابن، اللهم ثبتنا بالقول الثابت. كل حديث ينتهي إلا حديث الحب يا ابن. حديثكم اليوم حديث الإذن، حديث الحب، حديث الإذن. يلي ما حصل الإذن لح أذن له بالذكر. مين بدكم بده منكم يكون من أهل الذكر؟ كلكم. طيب أنا هلا معكم، حالة الذكر لح تكون إن شاء الله، الإذن لح أعطيكم إذن عام. متبرئا من حولي وقوتي، متوجها إلى روحانية سيدنا رسول الله بإمداد شيخي وبروحانية شيخي، أسأل الله أن يمد القلوب كلها بإمداد الله عز وجل. عدوا على الركاب. الله. قولوا أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا ولاحظوا قلوبكم تنطق باسم الله الله.
فاتحة. هذا يا أحبابي الإذن بالذكر، وكل واحد فيكم قلبه كصندوق كنز، لكن الصندوق يحتاج إلى مفتاح. مفتاح هذا الصندوق الله. الله مفتاح له 4 أسنان، مفتاح بالأسنان ما بيشتغل. 4 أسنان، الله، تبدأ باسم الله الله الله. فإذا استمتعت بالذكر تفنى منك الألف، فتبقى كلك لله. لله ذكرك، أكلك، شربك، نومك، روحتك، جيتك لله. فإذا تذوقت أنك كلك لله تفنى منك اللام فتكون كلك له. له من بعد كلك إله، صرت ملك لله. له وجودك، عقلك، تفكيرك، عملك، له. ما عاد تشتغل لنفسك، ما عاد في شغل لحياتك، العمل كله إله صار. كنت لله أصبحت له، خاصة خواص له. فإذا أخلصت في هذا فني اللام الثانية، فما بقى في أنت، في هو، ما بقى غير هو، ما بقى في أنا، ما بقى في عمل، شغل، رايح، في هو. ما يأذن لك تتصرف به، فصار تصرفك بإذنه، بإرادته، بتدبيره، بتقديره. فكأنك أصبحت من غير تخطيط. تخطيطك هو عم يخطط لك، تدبيرك هو عم يدبر لك. لذلك كل أمورك تطلع كاملة، كل أمورك تطلع راكزة، ما في وحدة ناقصة، كلها كاملة. حتى خطأك بيصير صواب. هو، ما بقى غيره. ثم بعد ذلك ترجع إلى الله، فهو الأول وهو الآخر. الله في البداية والله في النهاية، لكن لا بد أن تمر بهذه المقامات الأربعة. وهذه المقامات الأربعة، كل مقام من هالأربعة في له 25 مقام. إن لله 100 إلا اسما، 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. بين الله وبين لله بيمر معك 25 مقام. أسماء الله الحسنى تتخلق بها وتتصف بها وتسري فيك، فإذا كملت صار لله، دخلت الأسماء الثانية، صرت له، دخلت الأسماء الثالثة هو، حتى تتخلق بأسماء الله الحسنى الله. والحديث الوارد: إن لله 117 خلقا، من تخلق بخلق منها دخل الجنة. حاجتكم أنه في إخوة بدهم يسافروا، بدهم يروحوا، منكملكم الدرس، مع أنه والله إلا لو قاعد معكم ساعة تانية، بس اللي عم يشافوا يعني، والوعد انه بعد الاشي صار له لا قديش نص ساعه.
أيضا خل على كل الإذن لسه ما خلص. هي آية الإذن بتكون تسمعوا فيها حتى نصل إلى قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. لما بتصير داعيا إلى الله بإذنه شو بصير؟ وسراجا منيرا، صار شمس ينير على الكون. إن شاء الله الله بيوفقنا نكمل الدرس الآتي بتوفيق الله. بايعت، عاهدت. اسمعوا قول الله حتى ما حدا ينغش: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث يلي بيترك الذكر فإنما ينكث على نفسه. أنت بتنكث على نفسك، بيقل الرزق، رزقك بيقل، تكتر همومك، تكتر أحزانك، تشتد عليك الحياة. فهلا أخذت مفتاح تسخير الكون كله لكم. اللهم اجعلنا أهلا لذلك، ووفقنا لما فيه رضاك عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها وأنوارها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والده سيدنا الشيخ محمد أمين، وزوجته وولده زاهر ووالدته. اللهم أوصل ثواب ذلك إليهم، واجعلها نورا يتلألأ بين أيديهم، واجعل مثل ثواب ذلك في صحيفة آبائنا وأمهاتنا وإخواننا، وليد محروس وترثة بنت غارب وفزع المنصور. اللهم أوصل ثواب ذلك إليهم، واجعله نورا يتلألأ بين أيديهم. اللهم اغفر لهم ما قدموا وما أخروا وما أسروا وما أعلنوا،
واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأحبابنا ومن حضر معنا. اللهم يا حي ويا قيوم، وفق رئيسنا لما فيه رضاك عنه يا كريم. اللهم وفقه لما فيه الرشد وجنبه الزلل، وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هاي الورقة حطوها متأخرة اليوم، التبرع لصالح مجمع الشيخ أحمد كفتارو رحمه الله، والجباية بواسطة الأكياس. ما في وين الأكياس؟ ما في حدا فز، الله يسامحكم. يلي ما تبرع في صناديق برا، ويلي جايين يلي معه أخته بكرة، أنا بعد العصر إن شاء الله بكون بالمزرعة، تعالوا لعندي وإن شاء الله ربي بجعل التمام الأخير، والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر. في الدرس، الدرس بكرة إن شاء الله، إن شاء الله الدرس بكرة بيبدأ إمتى؟ الساعة 9:30 إن شاء الله. الدرس بكرة إن شاء الله 9:30، رجانا بالله، الله يوفقنا وإياكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا